ناجي في تاريخه هو مدرب لحراسة المرمى، ايه القرار اللي خده الكابتن احمد ناجي وراهن عليه، وكان ممكن يكون المدير الفني عنده قلق شوية منه في اتخاذ القرار ده، لكن الكابتن احمد ناجي كان عنده ثقة كبيرة جدا. لا، هو طبعا قرار اشراك محمد الشناوي في كاس العالم، يعني ده كان قرار صعب. يعني كان خفت لو ولو لثانية لا ان ممكن ما تبقاش موافق هو في انا القرار لا ويتم انتقاد الكابتن احمد ناجي، ولا كنت انت عندك ثقة كبيرة في طبعا امكانياته؟ عندي ثقة في امكانياته دي، مش عشان كده انا اخترته ومعاه الحضري يعني. فاكيد يعني كان في ثقة في امكانياته. لو كان عندنا فترة طويلة في ايطاليا، معسكر كبير شهر، فعشنا بقى الحاله الفنيه والبدنيه والذهنيه والنفسيه، وكان متفوق جدا على اقرانه، وكان معاه شريف اكرامي وكان مع الحضري، وكان في بقى طبعا شد وجذب ما بيني وبين مستر كوبر. كل يوم يمكن قعدنا بتاع اسبوعين، هو بيقول انه ما عندوش ولا مباراه دوليه، ما عندوش، ما لعبش، لعب يمكن اخر حاجه مباراه وحيده امام البرتغال. هي دي بقى اللي بعدها جاء مستر كوبر قال لي اوكي. يعني جو هيد خلاص انت. وكانت بدايه كويسه طبعا. يوم المباراه انا ما نمتش ولا دقيقه، لان كل دقيقه شايف سواريز رايح له، شايف في كوابيس بتحصل. كافاني داخل عليه مخرقه في كوابيس بتحصل. ولكن بعد المباراه كنت انت اسعد واحد. ما حضرتش اي حاجه، ولا اي احتفال ولا اي حاجه، لان بعد المباراه بخمس دقائق كنت في السرير في سابع نومه، خلاص لان بقى ولا دقيقه نمت. الجبل نزل خلاص، انا عليك.